أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَسْأَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وَكَأَيِّمْ مِنَ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يمرون عليها وهم عنها معرضون
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله
صدق الله العظيم.